مشهد اتعودنا عليه كلنا من حياة كريمة وهي مستمرة في السعي للوصول لأهالينا الأولى بالرعاية في كل مكان في مصر وفي محافظة الجيزة. كان المشهد نموذج لكتير من المحافظات بتنظيم حفل تسليم مساعدات إنسانية لتجهيز 13 عروسة وتوفير 3 مشاريع تمكين اقتصادي لأسر مختلفة من مراكز المحافظة. نقدم أجهزة كهربائية ل 13 عروسة زي ما ذكرت لحضرتك، اللي احنا من مختلف المراكز وأحياء المحافظة، بجانب احنا عندنا محور التمكين الاجتماعي أو التمكين الاقتصادي بنقدم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لبعض أهالينا. طبعا كلمة الشهيرة يعني سيادة الرئيس، وهو بناء الإنسان يسبق دايما بناء الحجر، وهو التمكين الاقتصادي وان الناس تكون دايما عندها القدره لكسب العيش، وان احنا دايما نكون بنسبورت او بندعم مع يعني اهالينا من محافظه الجيزه في كل الجوانب. احنا بنوزع المتطوعين اللي عندنا ينزلوا القرى الاكثر احتياجا في المحافظه كلها، ونجمع بقى حاله من هنا على حاله من هنا، وبعد كده بنعملهم ابحاث اجتماعيه ونشوف الحاله هل تستحق فعلا او لا. ومن خلال قاعده البيانات قدر متطوعي مؤسسه حياه كريمه يوصلوا لعدد كبير من العرايس ضمن الفئات الاكثر احتياجا علشان يساعدوهم في توفير الأجهزة الكهربائية الكاملة وتوفير مصدر دخل آمن من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي ضمن محور بناء الإنسان المصري في جوانب اجتماعية مختلفة. الصراحة ما كنتش متوقع اللي في حاجة زي كده هتجيلي، بس أنا مبسوط جدا جدا اللي ده يعني حاجة حلوة قوي في حياتي بأمانة. الله وقدر شكلي ده يعني أكلنا عيش مني أنا وإخواتي. أنا وصلت الحياة كريمة وحققت لي أمنية كبيرة حياتي وجهزت لي بنتي، واحنا كنا جماعه ما فيش حاجه مساعدانا، وربنا كرمنا بحياه كريمه. فرحة كبيره عشان مشروع حياه كريمه انه اعطانا الاجهزه الكهربائيه دي، وفرح البنت والاهل كلهم. ايه كريمه اعطتنا الاجهزه ديت عشان عارفين ان احنا محتاجين الحاجه ديت، وكده ساعدونا بالنسبه للعروسه برضو واحنا نشكره. محور بناء الانسان محور مهم في مؤسسه حياه كريمه، بيبدأ من السعي في الوصول للحالات الأكثر استحقاقاً والتأكيد على استحقاقها من خلال قاعدة بيانات قوية بالمؤسسة، وصولاً لرسم ملامح الحياة الكريمة وتحقيق شعار المؤسسة الدائم من إنسان لإنسان.